اللهم احفظه في ولي عهده الامير مولاي الحسن، وفي شقيق جلالته الامير مولاي رشيد، وفي كافه الاسره الملكيه الشريفه. وارحم اللهم الملكين الجليلين الحسن الثاني ومحمد الخامس. اللهم امن مسرهما وقيم سرهما واجعلهما عزه مع الذين انعمت عليهم مع المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين. السلطات المحليه والاسد سيد الباشا وسيد رئيس البلديه وجميع الوطن ديال اهل المدينه. اللهم ربي اخذكم وراهم بخير كما اخذكم الصالحين. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم اصلح احوالهم. اللهم وفقهم. اللهم وفق معهم السيد المندوب الاقليمي للشؤون الاسلاميه. الله يحفظهم ان شاء الله بكل سوء. اللهم ربي اخذكم وراهم بخير كما اخذكم الصالحين. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. السيد العامل اللهم اجعله عند حسن الظن سيدنا. الله يوفقكم بخير كما اوفقكم الصالحين. اللهم اوفقكم من تحب وترضى المحسنين ليقوم في المسجد. اللهم يا رب اجعلهم من النسور. اللهم اوفقكم لما تحب وترضى. اللهم اصلح احوالهم واصلح ابناءهم واصلح ازواجهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم ولا تمنع عليهم. اللهم اوفقهم لما تحب وترضى. اللهم يا رب احفظهم من كل سوء وكل مكروه. اللهم يا رب اغفر لهم. اللهم يا رب احفظهم. اللهم يا رب استرهم. اللهم يا رب سلمهم ولا تسلمهم. اللهم امنحهم ولا تمتحنهم. اللهم اجعلهم في ضمانك وامانك واحسانك انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدي عبد الكريم ساكن في حي الأخوة المسجد بنينا عاوني المحسنين والرئيس كل شيء المجموعة العمالة كل شيء تعاونوا معنا الخوت الله يسمح لنا منهم الله يرحم الوالدين الله يكثر خيرهم تعاونوا معنا وهذا هو اللي كاين نون منهم الله يرحم الوالدين دابا راه تفتح ايوا نتمنى والله خير. ما كانش عندنا المسجد هنا كنا تنمشيو تالفوق دابا الحمد لله تعاونوا معنا الخوت ودرنا هنا في هذا الحي الاخوه والحباب كلهم بغاو وعاونونا تا هما وقفوا معنا الله يرحم الوالدين. الباس عيا الباشا الله يكثر خيرهم كاملين الحاج بو مهدي تعاون معنا الله يكثر خيره والرئيس عبد الصمد عرشان الله يرحم الوالدين ديالو الله يكثر خيره كل شيء العماله المندوب وهذا هو مضمون منهم الله يرحم الوالدين. صايمين ولا فاطرين؟ صايمين 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 التراويح اجي ولا هنايا التراويح هذا قطعات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا في هذا الشهر المبارك وفي هذا النهار العظيم كي تعلن افتتاح مسجد الأخوة بولادة الأخوة لحي الفرح ومن هذا المنبر الشريف، أود أولا أن أشكر السيد السبيتي اللي وهب المال ديالو وجهد ديالو لبناء المسجد، وثانيا كنشكر كل من ساهم من بعيد أو قريب في بناء المسجد. وبالنسبة لنا احنا هذا أولا قربوا على الناس في الحي هنا، لأنه هو حي كما تعرفون أنه هو حي جديد مبني حديثا، ولكن بفضل الناس اللي عاونونا ومنهم المجلس البلدي على الخصوص في شخص رئيسه ونائبه السيد مصطفى أبو مهدي، كنشكر لهم جزيل الشكر باسميتي الخاص وباسم سكان ودادية الأخوة وكل من ساهم من بعيد أو قريب. وأيضا كنشكر الناس ديال وزارة الأوقاف والمهندسين اللي شهروا معنا والناس المتعاونين في خفاء، كاينين جنود الخفاء اللي ضحوا وعاونوا باش تخرج هذا المسجد. كنزيد عاود نزيد نزيد ونزيد، لان واخا نشكر حتى نعيا ما غاديش نفيد الاشخاص اللي وقفوا معنا واللي خلاو هذا المسجد يبرز الوجود، ومن خصوص العضو ديالنا المعروف هنا اللي عنده غير على هذا الحي وهو السي مصطفى بو مهدي. ومن هذا المنبر الله يحفظه ويحفظ له وليداته ويحفظ الساكنه كاملين والناس اجمعين اللي ساهموا في هذا المعلمه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.